مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وكذلك في المنطقة الشرقية ومنطقة الدمام. أيضا هناك سحب ركامية في الربع الخالي ستظهر خلال اليومين القادمين، وأجواء حارة بشكل عام في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تبين أماكن هطول الأمطار. نلاحظ أن هناك هطول للأمطار بشكل متفرق، أحيانا تكون غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية، منطقة نجران وجزان وأبها، وأيضا في بعض المناطق الشرقية، لتصل يوم الخميس إلى منطقة الدمام والمنطقة الشرقية بهطول أمطار زوخات رعدية من المطر في أوقات متفرقة، قد يصحبها البرق والرعد أحيانا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى حارة بالرياض، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، والحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 34 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة بشكل عام. يوم الأربعاء أجواء حارة، ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة، والعظمى المتوقعة في الرياض 43 درجة مئوية. والأجواء أثناء الليل أجواء حارة نسبيا إلى حارة، والصغرى المتوقعة 34 درجة مئوي. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة مع استمرار ظهور بعض السحب المنخفضة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 41 درجة مئوي. والأجواء أثناء الليل بالرياض أجواء مغبرة، حارة نسبيا إلى حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 33 درجة مئوي. يوم الجمعة أجواء غائمة جزئيا، تظهر السحب الركامية والركام المزني، هناك فرصة واحتمال لسقوط زخات رعدية من المطر، تكون أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، والعظمى المتوقعة في الرياض 39 درجة مئوي يوم الجمعة، بينما الأجواء الجمعة ليلا بالرياض بتكون حارة نسبيا إلى حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 33 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، سكاكا 43-30، في عرعر 42-28، تبوك 38-26، المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة 43-34، جدة 40-34، مكة المكرمة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-32، الطائف أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر 33-25 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات غزيرة رعدية من المطر، قد يصحبها البرق والبرد والرعد أحيانا. الباحة 27-19، أبها 27-17، جازان 37-29 درجة مئوي. أما المنطقة الشرقية أجواء تقريبا حارة وغائمة جزئيا إلى غائمة في الدمام، هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في الدمام وما حولها يوم الخميس، وبتكون العظمى في الدمام غدا 39 والصغرى 32. حفر الباطن أجواء شديدة الحرارة 35 العظمى والصغرى 30، الإحساء 42 العظمى والصغرى 30 درجة مئوي. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 41-29، بريدة 44-33، الرياض تظهر بعض السحب المنخفضة وأجواء حارة، العظمى 43 والصغرى 34 درجة مئوي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.